مبارك عليك هذه الختمة المباركة يا شيخ عمرو، الله والآن بعد أن أتممت هذه الختمة المباركة اتفضل يعني ادعو الله عز وجل عسى أن يتقبل الله تبارك وتعالى منا، وعسى أن يجيب اللهم الله آمين. تبارك وتعالى دعاءنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. آمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا ربنا. الأفضل أن تقول اللهم ذكرنا منه ما نسينا. حاضر. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا ربنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير أعمالنا خاتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. فثبتنا يا ربنا، وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر يا ربنا لنا خطيئاتنا. اللهم إنا نسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبدا ما أبغيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل يا ربنا ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا يا ربنا عنا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار، وسلم تسليما كثيرا. امين امين يا رب العالمين. ما فيش دعاء خاص لي يا شيخ؟ شيخ دعاء خاص ده يكون ان شاء الله يعني غيبا ان شاء الله. بارك الله فيك، احسن الله اليك. جزاك الله خير. انا ادعو الله تبارك وتعالى في هذا الوقت المبارك، يعني والله يعني يقشعر الجلد ويحدث الإنسان يعني كشعريرة في جسده بسبب هذا العمل الطيب الذي وفقنا الله تبارك وتعالى لإتمامه. ولا نستطيع أو لا نملك إلا أن نقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نسأل الله تبارك وتعالى القبول. اللهم تقبل منا. اللهم آمين. اللهم آمين. قول بالله التوفيق. الحمد لله الذي خلق الإنسان ومنحه جزيل الإحسان وشرفه بنطق اللسان
وسهل عليه حفظ القرآن، تنزه كلامه سبحانه وتعالى عن كلام المخلوقات، والقرآن كلام الله تبارك وتعالى المنزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، مقروء بالألسنة، محفوظ في الصدور، مكتوب في المصاحف، أعجز الإنس والجن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، لا يقال أين كان ولا كيف كان ولا يحوي مكان ولا يشمله زمان. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله القائل: من أراد أن يتكلم مع الله فليقرأ القرآن، صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل المبارك. فأقول أنا العبد الفقير المعترف لربه بالعجز والتقصير، الراجي رحمة ربه في الدنيا والآخرة، هشام ابن جمال ابن رمضان حيدرة. لما كان أفضل الكتب كتاب الله تعالى المنزل على نبيه ومصطفاه، وكان أهم العلوم علم تجويد القرآن وقراءاته لاشتماله على جميع العلوم بالدلالات الواضحات، لا سيما وقد تصدى له رجال محققون وأئمة مدققون فكشفوا عن وجهه اللثام ونقلوا إلينا على تحرير تام، وأن أهل القرآن هم الملحوظون من الله بعين رعايته، الممنوحون من الله بعنايته، لا يشقى بهم جليس ولا يظفر بهم اللعين إبليس، شاع ذكرهم في الأكوان وذكرهم الله في محكم القرآن، فقال تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفعا للأصحاب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلينا من خلقه. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، يا رب اجعلنا منهم يا رب. والأحاديث الواردة في فضل القرآن وفضل حفظه كثير، ولما كان هذا العلم من أعظم العلوم مقدارا وأرفعها شرفا ومنارا، وكان أولى ما تصرف إليه الهمم العوالي وأجل ما تبذل فيه المهج الغوالي، وكان الإسناد فيه من أمهات الدين، وطلب العلو فيه قربة لرب العالمين سبحانه وتعالى، وأخذ العلم من أهله دليل على نجابة المرء وفضله، كان ممن جد واجتهد في تحصيل هذا العلم النفيس، ولازم العلماء واختار محبة الأماجد النبلاء. الأخ الفاضل عمرو، قل اسمك بالكامل يا شيخ عمرو. عمرو محمد غريب محمد. عمرو محمد غريب محمد. فأنا يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لك وأن يبلغك في الدارين رضاه، وأن ينفع الله تبارك وتعالى بك. فأنا أجيزك بهذه التلاوة وهذه القراءة المباركة برواية حفص عن عاصم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها خالصة لوجه الكريم، وأن ينفع الله تبارك وتعالى بك. وأخبرك أني تلقيت القرآن العظيم من طريق الشاطبية والدرة إفرادا وجمعا على علماء متقنين مجازين، وهم شيخ وأستاذ فضيلة الشيخ إبراهيم البهنجاوي وشيخ وأستاذ فضيلة الشيخ محمد عبد الغني ومصري، قد قرأت عليه بعض الروايات، وشيخ وأستاذ فضيلة الشيخ سيد قنديل قد قرأت أيضا عليه بعض الروايات، وشيخ وأستاذ فضيلة الشيخ أحمد محمد محمود، وشيخ وأستاذ فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز السكندري، وشيخ وأستاذ فضيلة الشيخ سعيد صالح زعيمة. وأخص بذكر سند واحد لأحدهم، وهو الذي سأرسله إليك إن شاء الله، هو فضيلة الشيخ سعيد صالح زعيمة، لعله يعني أعلى الأسانيد، وهو عن فضيلة الشيخ محمد عبد الحميد السكندري رحمه الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يتقبل منك هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الوقت الذي يعني قضيناه معا في هذه التلاوة المباركة زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأوصيك ألا تنساني بصالح دعواتك إن شاء الله تبارك وتعالى، وألا تنقطع عني، بل تتواصل معي على الدوام، وأن تتعبد لله تبارك وتعالى بمقتضى اسمه تبارك وتعالى الودود، فيكون يعني هناك من الود يعني بيننا إن شاء الله تبارك وتعالى بدون انقطاع. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. وفيكم بارك الله. وفيكم بارك.
جزاكم الله عنا خير. وإياكم وإياكم. بارك الله فيكم وبارك الله في أولادك وذريتك. اللهم آمين. آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. طب إن شاء الله هتواصل يا سيدنا إن شاء الله إزاي؟ بإذن الله. إن شاء الله أرسل لك الإجازة عبر شبكة الإنترنت، وإن أردت يعني أن تأخذ الإجازة وتأتيني يعني وتزورني في بيتي فبها ونعمة إن شاء الله تبارك وتعالى، وتستلم الإجازة وأختم لك عليها ختم وأمضي لك عليه. أما إن أردت أن تكتفي بالإجازة الإلكترونية عبر النت فلا حرج كما تحب، ولكن الأولى لو أتيت يعني زرتني وأخذت الإجازة إن شاء الله. ربنا يصلح الحال ان شاء الله. بارك الله. كنت اذكر حضرتك قلت لي ان شاء الله اديك اجازه في التحفه والجزريه كده ان شاء الله. ان شاء الله تقراها عليا، تقرا عليا التحفه والجزريه واجيزك بها ان شاء الله تبارك وتعالى. لعل هذا يكون في الاسبوع المقبل ان شاء الله، يعني من بعد يوم الثلاثاء. خلاص ان شاء الله هتواصل مع حضرتك يوم الخميس مثلا ان شاء الله. ان شاء الله. نعم ان شاء الله. بس لو اذكر على حضرتك انا مش عايز اسمعهم كلها مره واحده، يعني مثلا نقسمهم كده. مفيش مشاكل على مرتين، مفيش مشاكل، او ثلاث مرات زي ما تحب. كما يتوفر يعني كل يوم مقدار كده وكل حصه مقدار كده. ان شاء الله ان شاء الله. في نفس موعدنا؟ نعم ان شاء الله نفس الموعد ان شاء الله. طيب الله المستعان. جزاكم الله عنك. وإياكم بارك الله. ماشي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. مع السلامه.